Carré politique. صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم فل، نسلموا عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. مرحبا بالناس اللي اختارتنا ترافقنا من توا وحتى نصف النهار في هذا العدد الجديد من زيرو بوليتيك، الموسم الثاني، عدد السبت 30 نوفمبر 2024. سلموا على الناس اللي قاعده تسمع فينا وتتبع فينا سواء عبر موجتنا على الفيركونس 95.5 95.2 105.6 او عبر اللايف ستريمينج لراديو كاب اف ام على الفيسبوك او على الشين يوتيوب لراديو كاب فيم. نستناو نقدكم واقتراحاتكم على 31 379 566 او على 31 379 567، ولا تخليونا ميساجاتكم على صفحتنا على الفيسبوك لراديو كاب فيم. في عدد اليوم كل نهار سبت نرجعوا باكثر التفاصيل على اهم الاخبار الوطنية المحلية والعالمية اللي صارت خلال هذا الاسبوع من خلال فقرة اكتواليتي ام غيف مع رامي حمدي. بلادي وان جارت علي عزيزة هو موضوع فقرة كاب موتيفاسيون مع وبعدك تكتشفوا شكون الناس اللي عندهم تقلقات من اللي بوان نوار، النقاط السوداء في وجوههم. في فقرة اليوم، في فقرة بوتيم على السلامي، باش تعطيكم الحل النهائي والأسهل باش تتخلصوا منهم. وفي الجزء الثاني من الحصة وفي فقرة كاب كلوب باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد طه بن عمران، مؤسس المهرجان الدولي للرحالة ومؤسس جمعية الألعاب الفردية بيدوز، باش نحكيه معاه عن الدورة السابعة للمهرجان التي ستقام من يومي من 29 ديسمبر 2024 إلى 1 جانفي 2025. لكن قبل هذا نسلموا على أحلام زميتا في الإخراج الرقمي والتقني. كل نهار سبت يحضر معنا اليوم القيدوم، هو اليوم القيدوم تاع زيرو بوليتيك، الأنيق على الدوام، صاحب القامة الطويلة بعد بعدي أنا بتبيع صاحب القامة الطويلة رامي حمدي. صباح النور. صباح النور سيف، وصباح النور لكل متابعي راديو كاب اف ام. ان شاء الله يكونوا بخير وان شاء الله يكونوا في صحة جيدة. في صحة جيدة او تلتحق بينا تقريبا، ان شاء الله تلتحق بالفريق زيرو بوليتيك. اليوم باش تحل ضيف، اما ان شاء الله في الاسابيع القادمة باش تلتحق فريق زيرو بوليتيك. سيدة بكبرة. سيدة بكبرة. صباح النور سيدة. صباح النور سيف، صباح النور رامي، صباح الياسمين الكافة مستمعي كابا فيم. إن شاء الله نهاركم بالورد معطر وبريحة البلاد فيح. الله الله الله، دخلة قوية دي. لافونغو دخلة قوية. تتغيب علينا الأسبوع هذه راني مخلف الله في فقرة كاب موتيفاسيون، على هذيك سيدة باش تعوضها إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة هذه باش تعود، ومن بعد كده نحكوا على بقية الأسابيع بإذن الله. يلا تنطلق الرحلة مع فقرة كاب موتيفاسيون. كاب موتيفاسيون. أيوا سيد، على باش نحكوا الجمعة هذه؟ اش نحكيو على ريحة البلاد. ريحة البلاد. بلادي وين جارت علي عزيزة. أي، باش ناخذكم في رحلة عبر تونس الخضراء. أوكي يلا سامعي. تولدنا فيها، كبرنا وعشنا صغرنا فيها، قرينا في مدارسها، حوسنا في شوارعها، وصلينا في جوامعها، كلينا من أرضها بالوافي، وشربنا من ماها الشافي، وتنفسنا من هواها الصافي. محبتها في قلوبنا ما توفاش، قطعة من الروح ما تفناش، مسكن للأهل والأحباب، فيها تحلى اللمة، بها تنزح الغمة، بعدها نار وقربها جنة. هي عشقتي حكاياتي، فني وغرامي، هي حضن أمي الدافي، ترابها غالي وعلمها عالي. يا خضرة حقولك، ويا زينة صحاريك وبرورك، ويا شمخة جبالك وسهولك، يا صفوة هواك وطهر رمالك، وعذوبة ماك وبحورك، يا غالية يا صامدة، رغم داك وكل اللي عداك، تبقى شامخة كي النسر في سماك. يا تونس الخضرة جيتك عاشقة، وعلى جبيني وردة وكتاب، يا مهد الحضارات وبلاد الخيرات، يا شامخة بتاريخك بتاريخك وحاضرك ومستقبلك، يا خضرة القلب والأرض، طيبة كي شعبك، يا بلاد العزة والشرف والهمة، يا بلاد الرجالة والشهامة والكرامة. تونس يا بلاد العلم والعلماء، يا بلاد الزيتونة والقيروان، يا بلاد الخير والخمير، بلاد الزيت والزيتون، بلاد التين والرمان، بلاد العنب والتمر والسدر. تونس
يا عروسة القارات يا زينة البلدان، حتى من حواجب الشمس تغازلك، وحتى من ريق المطر يباكيك، يقاسمك جروحك ويواسيك. فيك يا حلى ليلي ونهاري، وبيك تزهى أيامي ويطفل هيب وناري. أنت اللي تزهيلي خاطري ودليلي، ساعات نسرح في ربوعك نشكيلك حالي وتشكيلي، ساعات نبدا مني صافي ويرفعني الحنين الدافي، وساعات حتى في جلوسي غافي نفكر في مدينتي وريافي، ونرجع لك نرجع لك ديما ديما نفرفط فارح، منحير في زناقك القديمة مهما بديت البارح، نرجع ليلات البدور فني وغرامي، بعرقي نكبر صغاري ونسقي نواري، مهما دارت الأيام ننسى يا بلادي المحال، مهما غاروا العديان والله ما يعيش فيك من خان، بلادي ونجرت علي عزيزة، يحفظ ترابك يا بيت زمانك ومكانك، يا زينة أشعارك وأحلى ما قالوا فيك رجالك، أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء ويوم الأحد. شكرا. يعطيك الصحة سيدة، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء ويوم الأحد، بلادي وإن جارت علي عزيزة رامي حمدي. سيدة أخذتنا في رحلة هكا عبر الزمن وعبر الجغرافيا إلى ربوع الوطن تونس. الوطن الكلمة هذه اللي بسيطة أما معانيها كبيرة برشا. أكيد سيف، البداية ساعة نوجه تحية للسيدة بالحق على الكلمات النبيلة هذه في بخصوص الوطن. كما قلت أنت أخذتنا في رحلة عبر التاريخ وعبر الجغرافيا من خلال تطرقها للموضوع هذا. الوطن الكلمة الكبيرة هذه اللي هي حقيقة ماهيش تتكلم عنها مجموعة من حروف، وإنما في الواقع هي تمثل يعني المكان اللي ننشأ فيه واللي تربينا فيه واللي كبرنا فيه، ماهيش رقعة جغرافية فقط، وإنما بالحق متأصلة في كل واحد فينا. أكيد ما نجموش نعيشوا ما غير وطن. الوطن هذا اللي معناها من الصغر لقينوا أبوابه مفتوحة، معناها الأراضي متاعه والدولة هذه اللي معناها تمثل جزء كبير من كل يعني شخص يعيش على الكرة هذه، ما نجموش نعيشوا ما غير وطن. كذلك الوطن يمثلنا يعني اللحظات الجميلة واللحظات الممتازة اللي عشناها في الوطن هذا، كبرنا فيها ترعرعنا فيها، خاصة الموضوع ترقت له السيدة واللي هو الخيرات الموجودة في البلاد هذه واللي نعمت علينا بها، واللي احنا مطالبين ديما باش ان نكونوا واقفين مع بلادنا في اللحظات الباهية معاها، وكذلك في اللحظات الخايبة اللي لازم نكونوا احنا اللي دار وقت اللي تسحقنا بلادنا في شتى المجالات. بالحق موضوع مهم وشيق للغاية بالنسبة لي انا. واضح سيد رامي أحكي، قال الوطن مش مجرد كلمة، الوطن مش مجرد رقعة جغرافية نعيش فيها، هي أصالة، هو انتماء. شنو يعني لك الوطن؟ كما قال رامي يعطيه الصحة، الوطن هو مش مجرد كلمة متكونة من ثلاثة حروف، هو معنى عميق وعميق برشا. الوطن أنا نعتبره بالنسبة لي هو السند، هو الملجأ، هو الدفء، هو المتكأ. مجرد أنه نتولدوا سيف ونحلوا عينين على الدنيا، نتولدوا نحن نحبوا بلادنا وطننا، خطر الوطن قطعة منا، هو ظلنا، خيالنا، مريتنا، هو حاضرنا، ماضينا ومستقبلنا. الحوتة سيف وقت اللي يتخرجها من الماء أكيد باش تموت، وكيف كيف الواحد فينا وقت اللي يخرج من بلاده ضيق به دنيته وانفاسه، وكل عصفور يدور ويرجع لوكره. الوطن هو قطعة أرض نحبوها الناس الكل، ولي لولاها عمرها ما أحلامنا ولا تحقيقة، فيها كبرنا وتربينا، تعلمنا وقرينا، وفيها تعلمنا اللي دنيتنا مش جنة، ولي الباهي والخايب في كل مكان، ولي الحروب تجتاح كل الأوطان، ولكن يبقى وطننا هو مصدر الأمن والأمان. هذه لخصتنا معنا بتعبيرها بطريقتها الخاصة سيدة، لخصتنا الوطن شنو يعني لها. فما برشة تو باش يسمعونا باش ما نعموش باش يقول لك هذوما فاش يحكيوا في المدينة الفاضلة، يحكوا على أين وطن، شنو يوفر لنا الوطن هذايا، شنو قدم لنا الوطن هذايا. فما برشا باش يقول لك أنا ما لقيتش خدمة في الوطن هذايا. هو أكيد السؤال هذا راهو مطروح، ومن حق أي شخص أنه يطرحه، من حق أي مستمع أنه يقول مثل الكلام هذا، ولكن احنا مش نحكيه على الكوتي بوزيتيف في الحكاية هذه. هو راهو الوطن
يعني مش هو يعني راهو ماله الا متكون من رقعه جغرافيه تعيش فيه ناس. دونك انت كشخص اللي تسال السؤال هذا شوف هي شوف الوطن اش عطاك في البدايه، عطاك يعني وفر لك بالحق يعني شنو اعطاه الوطن، شنو اعطاه يعني برشا حوايج ما نجموش، اعطاك حب الانتماء، اعطاك انك انت توا وقت اللي تمشي نجاوبك انا باش نجاوبك بصوت الاخر، حب الانتماء اللي تحكي لي عليه هذا مش باش واكلني خبزته. هذه هي النقطه مش نحكي فيها. بلادنا هي صحيح راهو فما التحديات وفما صعوبات تعيش فيها ما نجموش ننكروا هذا، ولكن احنا كما نجموش احنا نحو خشومنا من وجهنا، هذه مالها الا بلادنا وهذه يعني انتمائنا بالحق. سيف راهو كلمه هي تقال ولكن نحسوا بها وقت اللي نخرجوا من ارض الوطن، ونشوف انا عندي حتى برشا في الفامي نتاعي وقت اللي يهز التليفون يقول لي كلمه بالحق، يقول لي راهو ما تحسش بالقيمه نتاع بلادك بالرغم الصعوبات هذيك وبالرغم التحديات الكبيره وبالرغم حتى المساوئ هذيك اللي موجوده، الا وقت اللي ما تخرج من البلاد هذه، وقت اللي ما تتعدى على مؤسسه ما تشوفش عالم بلادك يرفرف، وقت اللي تتعدى على يعني تقاليد تشوفها ما يعني تحس بقيمه الوطن كان وقت اللي كان تخرج. وقت اللي تخرج منه وتبقى فتره كبيره ايستو ما تعمل معناها فواياج وترجع حاجه عاديه اذا مش يكون سورد بليزير، اما اذا تعدي فتره كبيره بعيد على البلاد هذه بالحق راهو ما نجموش نوصفوا انه نقارنوا مقارنه ماديه البلاد. صحيح هي من واجبها انها توفر لنا فرص شغل، والا من واجبها ان يعني بعد القرايه اللي قريناها وبعد التعب اللي تعبناه نكونوا يعني عندنا مكان فيها مرموق، ولكن مش نتخذوا الموضوع من حيث الانتماء ومن حيث الكوتي بوزيتيف اللي لازم كل واحد فينا توا يقدم بروحه، وكون انت اللبنه الاولى في بناء الدوله هذه وفي بناء الوطن العزيز الغالي هذا اللي مستحيل راهو صحيح الناس الكل تقول كما هكا انها ما تحبش، ولكن بالحق راهو من داخلها عندها حاجه تحب يعني تغير بها. يا اخي نركزوا على النقطه هذيك وخلينا احنا نكونوا اللبنه الاولى كما قلت لك في بناء التحدي التغيرات الجديده هذه، وبشوي بشوي راهو اذا كان انا نوقف وانت توقف للبلاد هذه اكيد مالنا ان باش نطوروا منها ونحسنوا فيها. واضح. السيد هل الظروف المعيشية الصعبة اللي نعيشوا اللي قاعدين نعيشوا فيها في البلاد، ضعف القدرة الشرائية وارتفاع البطالة و أسباب مقنعة وأسباب كافية إنه واحد يجي تويكا يحكي يقول أنا ما عاد تربطني حتى شيء بالبلاد هذه والبلاد هذه ما قدمت لي شيء، ويختار إنه يهاجر ويختار إنه يحرق؟ هل هذا سبب مقنع معناها يخليك إنك تنفر من البلاد هذه وترفض البلاد هذه وتحب تهاجر؟ باهي سيف انا مش نعاقب اكيد على اللي يقولوا بلادنا خايبه، بلادنا ما فيهاش مستقبل، هو الحقيقه مجرد كلام راهو في الهواء، على خاطر القلب حاجه اخرى. كان تجي تمسه في وطنيته تو تلقاه هو اول واحد يدافع على بلاده وما يحملش فيها، ويجرب يخرج نهار يعدي نهار خارج بلاده تو يحس بقيمه الغربه وقيمه البلاد ويقول لك توحشت بلادي. دونك انا الحقيقه نحب نعقب ونقول بلادنا عمرها ما كانت خايبه، خاطر الوطن والارض هي ثوابت، اما معتقداتنا وافكارنا وافعالنا هي متغيرات. بين ثوابت المتغيرات هذه فما مسافه كبيره من الوعي والادراك. أنا شخصيا نتباهى ببلادي ونتشرف بها، نشوف فيها حاجة عظيمة ومزيانة برش. ما فماش وطن باهي ووطن خايب، كل وطن وكل بلاد راهي باهية بولادها بنساها وبرجالها، كل وطن يمكن أنه يكون أفضل وطن يطيب فيه العيش لو صدق العزم وطابة النفوس وقل الكلام وزيد مقابله العمل والإنجاز والكد. نقدمه احنا نقدمه باش بالعمل. دونك الوطن هو الهوية، هو الانتماء، هو الوفاء، هو التضحية، هو الفداء كما قال رامي. الوطن كيما الأم الحاضنة لحنينة، هو اللي ديما مرحب بولاده وصغار وحاميهم طال الزمان ولا قصر عمره ما ينكر فيهم. الوطن كيما عطانا في صغرنا سيف يلزمنا نعطيه في كبرنا، ما نجموش ننكروا الفضل، نضحيوا باش نكونوا افضل نسخه من انفسنا باش نجموا نعيشوا فيها الوطن عيشه كريمه. على خاطر افكار معنا هوني باش نفهم من من كلامك، معناها باش لخصوا انت جسدت الوطن في شكل الام، الام اللي جابت، الام اللي ولدت، الام اللي ربات، الام اللي كبرت، الام اللي قرات و و و و امك تويك نهرت اللي باش نهرت اللي مرضت ولا كبر ولا تعرضت لظرف صحي ترى تخلي امك وتقول لها ما عملت لي شيء، امي ما وفرت لي شيء وكذا وكذا وتخليها وتمشي. ما تنجمش تسيف تتخلى على امك كما قلت انت، خاطر بالحق اعطيها صحه السيده اللي قالت اللي
الوطن هو الأم بالحق ريالمون الوطن هو الأم خاطر أمنا هي اللي ترأف بنا من الأول الوطن هذا كبرنا فيه وترعرعنا فيه ما نجموش ننكره فضله حتى وقت اللي يمر كما قلت لك بأزمات خايبة لازمنا نوقف معاه ونقطة العمل هذه راهو إذا أنا نبني من الكوتيه اللي انا فيها من التعليم سواء كان ولا من اي بوست انت فيها تنجم تقدم بالوطن هذا وترجع الفضل اللي كان عليك الوطن هذا جوست بلا سيف باش نحب ان باش نحسوا بقيمه الوطن هذا نشوفوا توا شنو قاعد صاير في العالم خاصة في فلسطين في فلسطين أيه. فلسطين الرقعة الجغرافية البسيطة هذه اللي عدد متاعها ما يتجاوز 3 ملايين نشوفه توا أكثر من عام والناس في غزة معناها ما حبتش تخرج حتى من غزة علاش لأني راهو حب الانتماء للوطن هذاك ما تنجمش توصفه بكلمات مهما اخترت الكلمات باش تعبر عليه ما تنجمش راهو ناخذوا إكزامبل نتاع إنسان فما فرق ما بين إنسان عنده دار ملك ملكه هو وإنسان كاري فما فرق صحيح. في 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 دارك نجم تتصرف كيما تحب أنت في دار الغيرك ما تنجمش تتصرف كيما تحب أنت أكيد ما تدخلش وتبدأ إيدك على قلبك في أنا لحظة يجي يدق عليك الملاك ويقول لك راه غدا سلمني مفتح الدار صحيح واضح كيف كيف راه تنجم هوني ريت تنجم هوني في بلادك بالرغم الظروف الصعبة بالرغم و تعيش وأكيد ما حتى واحد ما بيش يخليك صاحبك بيش يهزك جارك أهلك بيش يهزوك أما نارت اللي بيش يمشي البلاد الغير بيش تشوف المدينة الفاضلة غادي راك بيش تتيح بيك ما كنتش تلقى عبد حاجة أخرى سيف سمحني مو احنا كي نعجزو نوليو نلعبو دور الضحية ونلقيو ديما اللوم على غيرنا وأول شكون واحد باش نلقيو عليه أو الوطن هو دي يقولك البلاد خايبة وما فيهش مستقبل وما فيهش خدم عرفتك النظرة التعجيزية وكل يعيش دور الضحية يسمحني سيد البلاد هوني الوطن شنو هو الوطن هو الوطن كي نحكو راهو نحكو على رقعة جغرافية ما هو شو بشي خدمة حاجة ثابتة احنا حاجة ثابتة ثابتة واحنا أفكارنا المتغيرة وكما قلت الوطن عمره ما كان خايب بالعكس على خطر أفكارنا هي الخايبة ومعتقداتنا هي الخايبة تهاوننا وتواكلنا قلوبنا الباردة ويدينا الجامدة هي أخيب حاجة فينا سيف وهي اللي معيشتنا في وهم الوطن الخايب ومصورتنا لإحنا ضحايا الوطن المساكين كما قال الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا من القوة في اللوم على الغير على الوطن على حاجة جامدة وهي ما تنجمش تدفع على روحها واضح أخطأنا نلقوا في 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 حين اللي رحنا رانا جزء من المشكل هذاك بالضبط جزء من المشكل هذاك صحيح. هو الوطن كما حكيت السيدة راهو حاجة ثابتة حاجة جامد ثابت واضح اسم وطن أما هو جامد يتكون مؤسسات من 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 منازل من أراضي حاجة ثابتة أما القوانين شكون وضعها وضعها الوطن وضعها أشخاص هكا ولا صحيح دونك الأشخاص هم وما نش بش نستنيه والغير هو اللي بش يجي يغيرنا ولا هو بش يجي يبنينا لازمنا احنا نشامر على 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 زنودة ونبنيه اكيد البيت هذا متاع الشافعي بالحق حط يديه على داء الموجود ولا الجرح بالحق خطر لو كان كما قلت لك سيدة كل واحد يبقى يقول شكون مش يصلح شكون مش يصلح لا راهو انت مسؤول معناها تكون عندك حب المسؤولية هذه على بلادك دونك انت راك جزء من البلاد هذه الدوله والوطن كما قلت انت ماهوش شخص قدامك مش تقابله انت راك جزء منه لازمك تتحمل المسؤوليه وبلا اذا كان الناس كل مش تخرج سامحني شكون مش تبقى فاهم مش تبقى حجر واحد دونك ما نجموش الناس كليك نبقوا نخموا بالتفكير هذا بالحق خاصه الشباب سيف اللي صحيح نحن جزء منهم وعندنا نفس الاحلام والطموحات اللي باش نحققوا واقع باهي وافضل ولكن راهو في البدايه لازم تكون انت مسؤول على روحك راهو كي مش تمشي الدولة اخرى ولا مش تغادر ارض الوطن ولا نشوفه تو حق حتى في مراكب الموت اللي نجم نسميها تو اللي طايش روحه في البحر راهو البيه والخايف في كل بلاصه وراهو ما فماش مدينة باهية تطلمو ولا دولة باهية تطلمو بالعكس الدولة اللي ما ترفضكش واللي ما تلوحكش حتى معناها ما تحسش فيها في الغربة هي بلادك راهو نشوفوا في ناس صحيح مشيت ويرسموا في الصورة النمطية هذه متاع أن الدول الغربية هي الجنة الفاضلة بالعكس راهو موجود لا وهذوما يحكيوا على دول متقدمة ودول موجود باش تطورت وباش تقدمت هما فما شكون جاء من برا وطورهم وتقدم بهم لا ما مولادها
صحيح. ولادها هو بالضبط. سيف انا عندي تمثيل وتجسيد بسيط، راهو الوطن كيما قطعه الارض، الارض شو تحب تزرعها تسقيها تتلهي بيها وتجي وقت وتحصد معناها منتوج. الوطن زاد كيف كيف، اذا كان انت ما عطيتوش ما كنتي مش تساهم في بنائه. المؤسسات هذه احنا نحكيوا على رقعه من الارض، شكون باش يبنيها؟ باش يبنيها ولادها. اذا كان انت ما شمرتش ساعد الجد وبنيت وفكرت وانتجت، اش مش تعطيك البلاد؟ وفما ناس اول اوبستاكل اللي عرضهم في حياتهم ما شاف ما الدنيا حتى شيء. اول اوبستاكل اللي عرضهم في حياتهم اول حاجه خمم فيها نخرج منها، ولا اول دعم خرج وتلنصى البرة في الخارج. انا شبيني انا ما نعملش كيف ونتلنصى؟ لا مش كيف، نجم هو واتا الحظ، انت ما يوتيكش الحظ. هي الحياه دي كلها محفوفه بصعوبات، يزمنا احنا نواجهوا التحديات. انا ما نحبش نستعمل برشا كلمه صعوبات، نقول تحدي، خاطر احنا يزمنا نكونوا في مواجهه لك التحدي هذاك، مش نوقفوا مربعين يدينا مكتفين يدينا نقول لا صعيب ما نجمش نوصل. لا تنجم توصل. باش نعطيكم حديث يبين قوه حب الوطن، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم نهار اللي خرجوه اهله، مش خرج وحده، خرجوه اهله من مكه بداية الرسالة. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض لي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. هنا نفهموا اللي ما خرجش معناها من أول مرة، تعرض لبرشا برشا اضطهادات وبرشا برشا مشاكل عملوها لأهله، ما خرج منها اللي معناها وقت الضرورة. صحيح. لهنا نفهموا سيف اللي الجانب الديني بالحق يعني يركز على الوطن هذا، وعطاه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عطاه البلوس في الحاجة هذه. ثم حديث آخر حتى كذا مش تموت وفي ديك شجرة تغرسها باش انك تحافظ على الوطن متاعك. دونك لهنا اش نفهموا اللي بالحق راهو مسؤولية دينية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية أخلاقية بالأساس اللي لازمنا ان نحافظوا عليها ونبنيوها بشوي بشوية. عادي هذيك هي، احنا ما نبقاوش نرموا في اللوم على اشخاص معينين. لو كان كل واحد فينا يبقى يخزر للكوتي بوزيتيف اللي فيه ويحاول يطور بها من بلاده وما انساها النقاط الايجابيه هذيك، نحن في تونس بالحق نبقوا نرموا في اللوم على الاشخاص الاخرين ونبقوا نخزروا المشكله في حد ذاتها. اوركو هو لو كان خمم في حل المشكله هذيك من منظوره راهو لقى حل وما بقيناش في الوضع هذا. سيدة ناتيك نختم معك. يعطيك الصحة رامي. وأنا نرجع للنقطة متاع فلسطين، كيفاش رغم التقتيل والتهجير وسفك الدماء والمعاناة صمود أكثر من عام كامل، يعني مشاهد احنا نحشمه أصلا كي نشوفه مشهد كي من هكاكة. يعني الآخر رمق اختار الموت أو الوطن اختار الموت وقالك ما نخرجش من بلادي، على خاطر هذيك الرقعة بالنسبة لي هي الهوية، هي الانتماء، هي رمز للتضحية. وإحنا نشوفه الشعب الفلسطيني هو رمز للصمود والتضحية. الإنسان سيف في وقت نتوب بلا وطن شوفوه يتيم لاجئ غريب، لا حرية لا كرامة لا عزة لا مأوى لا استقرار. نحن اليوم الحقيقة قدام تحديات كبيرة ومسؤوليات أكبر، وأكبر مسؤوليتنا اللي احنا مطالبين الكل برد الجميل لأوطاننا وبالتوحد والدفاع عن هويتنا ومصيرنا. لازمنا نكونوا الكل يد واحدة، يد تبني مش تهدم. يعطيك الصحة سيدة، يعطيك الصحة رامي. أنا باش نختم بكلمات للصغير ولاد أحمد. نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد. نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء ويوم الأحد. فاصل ثم نعود.